سمعنا انه في اصابات وفي جرحى، بالتالي يعني عم ابني قالوا انه مثلا انه متصاوب، نزلنا على المستشفى انه على اساس انه متصاوب بالمستشفى، بالتالي صاروا قالوا انه مستشهد وبدهم يجيبوا جثمانه. بعدين فجأة انه مش كاملين يسلموا له الارتباط، هذا اللي صار يعني. وابني رقم 2 بولادي، والحمد لله يعني شاب بتمنى كل ابو شو عنده. بس احنا بنقول ان شاء الله رب العالمين انه الله يرحمه، الكريم الواحد مثل ما قالها يدفن ميته مش اكثر ولا اقل.